بات بوسع سكان القاهرة الفاطمية التواصل مجدداً مع تراثهم بفضل مجموعة من الشغوفين الذين ينظمون الزيارات للمقابر والمساجد والمدارس القرآنية التي كان أهل المنطقة يمرون أمامها من دون أن يتمكنوا من دخولها. المهندسة المتخصصة في الحفاظ على التراث أطلقت في العام 2012 مبادرة الأثر لنا التي تنظم ورشا وزيارات وحتى امسيات للعب داخل الاماكن الاثريه مثل جامع بن طولون احد اقدم المساجد في افريقيا الذي شيد قبل قرابه 1200 عام. الاثر لنا مبادره ابتدت في 2012 الهدف منها هو ربط المجتمع بالتراث من خلال المنفعه المتبادله. الفكره هي انه الناس عندها اعتزاز بتراثها بس ممكن الاعتزاز ده نقويه من خلال ان هم يحسوا ان هم مستفيدين بيه بطريقه معينه، الاستفاده ممكن تكون اجتماعيه، اقتصاديه، روحانيه. في العاصمه المصريه التي يقطنها اكثر من 20 مليونا، تقع الاثار الفرعونيه الجاذبه للسياح على الاطراف الصحراويه لضاحيتها الغربيه، ولكن في ازقه القاهره الاسلاميه وحاراتها تتجاوز المنازل والاثار بل تتلاصق. ولكن لم تكن العلاقة بين السكان والآثار على مستوى القرب نفسه بحسب ما يرى خبراء أما بيت يكن فهو منزل لأسرة ثرية شيد في القرن السابع عشر وكان يطلق عليه تسمية مزبلة فقد كان أحد الجزارين يستخدم الموقع للنحر في العام 2009 اشترى المهندس المعماري على حبش المنزل من الجزار لينقذه من أمر هدم بيت يكن زي معظم البيوت القاهره 600 ما تسجلوش اثار من البيوت السكنيه ذات الافنيه سجل 24 فقط ولاحياء هذه المناطق لتصبح مجددا مواقع للمشاركه المجتمعيه في مدينه تتاكل فيها الاماكن العامه لصالح اعمال البناء وانشاء الطرق يستقبل بيت يكن بانتظام ورشاً فنية وحملات للتوعية بالحفاظ على التراث وحفلات مخصصة لأهل الحي.